أحمد أبو هشيمة يفاجئ ياسمين صبري بزفة داخل الطائرة الخاصة، وإعلامي لبناني يفضح علاقتهما الحميمة. وصلنا في مشاوير مشاهير من مصدر مقرب أن أحمد أبو هشيمة فاجأ زوجته ياسمين صبري بزفة داخل طائرتها الخاصة التي اشتراها لها ليدللها ويعطيها كل ما تحلم به، خصوصاً أنها لم تحصل على عرس أحلامها كما كانت تتمنى. وذلك لأسباب لم يعرفها أحد، حتى أن والدتها ووالدها لم يحضرا العرس. وقال مصدر مقرب أن أبو هشيمة استعان بعمرو دياب الذي سجل لصبري اعتذاراً على ما حصل سابقاً مع حبيبته دينا الشربيني، وانهارت صبري بالبكاء بعدما قال لها أبو هشيمة أنه يتمنى أن تحمل منه، خصوصاً أنها تحاول ذلك منذ فترة. ورفضت كل العروض التمثيلية التي قدمت لها للتمثيل في رمضان من أجل أن تجري عملية زرع وتحمل. ويبدو أن أبو هشيمة مولع بالأولاد، وكان قد حاول سابقاً مع زوجته السابقة النجمة هيفاء وهبي التي قالت أنها تتمنى أن تنجب الكثير من الأولاد. لو غمضت عينك كده وفكرت في العشر سنين أو اللي بعد عشر سنين، شايفة من جنبك عيال معمي معمي عيال. وفي هذا السياق فقد قال الإعلامي اللبناني إلي باسيل أن أبو هشيمة يعاني من عقدة من العلاقات الحميمة بسبب ما بفهم كيف أخذتك، حتى الترو تبعك منه ترو يا دوب